السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن في مغربنا العزيز نشعر بالأمن والأمان وبالسلم والسلام، وقد قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. ولكن لما نتابع عبر وسائل الإعلام ما يقع في منطقة الشرق الأوسط بفلسطين في قطاع غزة، قلوبنا تهتز، نشعر بالحزن، نشعر بالأسى، نشعر بالألم لما يقع لإخواننا الفلسطينيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل يوم مجازر، كل يوم أبرياء يسقطون، أطفال وصغار ونساء وشيوخ ومواطنين عزل، والعالم كله ينظر ويتفرج، وكأن الضمير الإنساني أخذ استقالة من الدفاع عن حقوق المستضعفين في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يقع هو قتل جماعي، بل تطهير عرقي، بل هو اتباع سياسة الأرض المحروقة، وهو أبشع إجرام وقع في التاريخ الحديث منذ ما يسمى بمحرقة الهولوكوست التي وقعت في ألمانيا وذهب ضحيتها العديد من اليهود في عهد هتلر. كلنا نستنكر هذه الوقائع، فيها قتل النفس البشرية التي هي عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل في كتابه العزيز يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كنا نتمنى أن يبقى الضمير الإنساني يدعو إلى الحياة ويدعو إلى صناع الحياة ويدعو إلى التعايش، ولكن الضمير الإنساني غاب والإرادة الإنسانية ضعفت، وما نراه الآن هو قتل الأبرياء وقتل المستضعفين، والكل ينظر ويتفرج، ولا حياة لمن تنادي. ونتساءل: ما هي الأسباب التي جعلت هذا الصراع يقوم بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين؟ وما هي المرجعية الفكرية العقدية عند اليهود؟ اليهود يعتقدون بأن الإله وعدهم بأن هذه الأرض ستكون لهم، يسمونها بأرض الميعاد. من يدرس الكتب المقدسة عند اليهود، التوراة والتلمود والمشنة، يرى بأنهم يعتقدون أن هذه الأرض تسمى أرض الميعاد، وأن الرب قد وعدهم بأن يمتلكوها. جاء في التوراة يقول الرب لإبرام: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. فهذه الآية من الإصحاح في التوراة تفيد بأن هذا ما يسمى بحدود الأرض التي الموعودة عند اليهود. يعتمد اليهود على نبوءة أشعية. النبي أشعية يرسم نبوءة كبرى أنها إسرائيل تبتلع أمة الدنيا مصر، وتبتلع بلاد الرافدين العراق لبناء دولة عظمى من النيل إلى الفرات. لهذا نرى العلم الإسرائيلي أبيض فيه خطين أزرقين يرمزان إلى نهر النيل وإلى نهر الفرات، ثم النجمة السداسية نجمة داود. إنهم يعتمدون على الفكر الديني في التوراة وفي التلمود. الأخبار عند بني إسرائيل وأنبيائهم يعتقدون بأن هذا أمر حتمي وضروري. من يتصفح التوراة سيجد العجب العجاب من ذلك الكلام المنسوب إلى سيدنا موسى عليه السلام. جاء في سفر التثنية
الإصحاح 20 يقول: لا تسمح لأي حي أن يبقى على قيد الحياة، أمحو ذكرى العماليق. وذلك يشمل بأن يقتل كل شيء، الأطفال والنساء والشيوخ والرجال والعزل، كل شيء. وهذه كلها كلمات هي أساطير منسوبة إلى نبي الله موسى عليه السلام، وهو بريء منها، ولهذا السياسيون يعتمدون عليها لأخذ مبرر القتل وسفك الدم وسياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي، والعالم كله يتفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ما يفسر استمرار المجازر الوحشية على العزل من المواطنين في قطاع غزة أمام أنظار العالم. والرئيس الإسرائيلي يقول بأنه هذا الخراب هو تحقيق لنبوءة نبي الله أشعية، الخراب لمصر والظلام لفلسطين والنور لإسرائيل. هكذا يقول في نبوءة أشعية: الخراب لمصر والظلام لفلسطين والنور لإسرائيل. وكل هذه أساطير مكذوبة منسوبة إلى أنبياء الله تعالى، لأن الأنبياء إنما جاءوا بالحياة، وجاءوا بالسلام، وجاءوا بالوئام، وجاءوا بالرحمة. يكفي أن الدين الإسلامي نصدف أول آية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وربنا يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. دائما السلم والتعايش والأمن والأمان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الدعوة إلى سفك الدماء والتطهير العرقي وسلك سياسة الأرض المحروقة، هذا كذب وبهتان منسوب إلى الأنبياء والمرسلين. نبي الله موسى عليه السلام بريء من كل هذا، ونبي الله أشعية بريء من هذا، ونبي الله سليمان بريء من هذا، ونبي الله داود عليه السلام بريء من كل ذلك، لأن الأنبياء إنما جاءوا بالرحمة، وجاءوا بالمودة، وجاءوا بالوئام، وجاءوا بالتعايش، ونهاهم الله تعالى عن سفك الدماء. يكفي أن الله سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل وقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا التوظيف للنصوص الدينية من أجل مصالح ومكتسبات سياسية هو معروف عبر التاريخ، ولعل من بين أهم الأسباب التي جعلت المنتظم الدولي يبارك هذه الحركة الصهيونية، السبب هو أولا المذبحة أو المحرقة المسماة بالهولوكوست التي وقعت في ألمانيا ونحن نستنكرها، وقعت لليهود ربما لأسباب. يقال بأن اليهود في ألمانيا كانوا يتحكمون في الاقتصاد وفي السياحة وفي التجارة، وقد ضاق بهم الألمان ذرعا ولم يتحملوا هذا الاستغلال الفاحش، فكان السبب هو تلك الحروب وتلك المحرقة. نحن نستنكرها لأنه لا ينبغي للإنسان أن يؤذي بني الإنسان، فكان لزاما أن نجد مكان آمن لليهود، فاختاروا أن يكون المكان الآمن هو قلب الأمة العربية في فلسطين، حيث هناك مرجعية دينية لبيت المقدس وأرض الميعاد وهيكل سليمان. فجاءوا إلى قلب الأمة العربية واستقروا هناك، وكان الغرب يقدم مساعدات كبيرة إلى اليوم. أوروبا وأمريكا تقدم بسخاء إلى إسرائيل. لماذا؟ تكفيرا عن الدم، لأنهم يشعرون بأن اليهود تعذبوا في عهد الهولوكوست وأنهم لابد أن يرحموهم ويعطونهم بسخاء لكي يرضوا ضميرهم. لكن هم أرضوا ضميرهم في أوروبا، ولكن خلقوا مشكلة للعالم العربي والإسلامي، خلقوا مشكلة عظيمة. العالم العربي والإسلامي أراد أن يعيش في سلام، أراد أن يعيش في وئام، في تعايش، ولكن لما تم زرع هذا الكيان في هذه المنطقة وهو عبارة عن قاعدة عسكرية، ودوره أنه لن يسمح للأمة العربية بالنهوض، لأنه كما يقال بعد أو قبل 100 سنة انعقد مؤتمر في بريطانيا ذكروا فيه بأن العالم العربي سوف يظهر فيه ثروة البترول،
وإذا ظهر البترول والغاز ثروة كبيرة، ما الذي سوف يقع؟ الذي سوف يقع هو أن الأمة الإسلامية ستصير غنية، وإذا صار العرب أغنياء وعندهم الإسلام سيحكمون العالم. إذن علينا أن نوقف هذا الأمر. الغاية من زرع هذا الكيان الغريب في قلب الأمة الإسلامية هو منع قيام وحدة عربية ونهضة إسلامية، ويبقى هناك تشرذم وهناك تخوف وهناك عرقلة. لكن رغم كل هذا نحن عندنا بشارات في القرآن الكريم. ربنا عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه شهادة من الله تعالى أننا خير أمة أخرجت للناس، والمطلوب من هذه الأمة إلا أن تربط عقلها وقلبها بربها وبالقرآن العظيم وبالسنة المطهرة، وأن يكون هناك موقف موحد، وأن تحيي الضمير الإنساني، ولتعمل بمقتضى قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمتنا الإسلامية إلى سابق مجدها وإلى سالف عهدها، وأن يجعلها مباركة، وأن يجعلها مكرمة، وأن يجعلها يا رب منصورة. اللهم انصر الإسلام واهدي المسلمين، واجعل راية الإسلام خفاقة في كل مكان، ووحد صفوف المسلمين على كلمة سواء، على كلمة لا إله إلا الله إنك سميع قريب مجيب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.